تقدمت قبل سنتين تقريبا وزيادة في اقتراح بوضع جسر مشاة، وأيضا توافق مع هذا الاقتراح الإدارة العامة للمرور وقالت أن هذا هناك حاجة ماسة لهذا الاقتراح. وفعلا تفضل المجلس مشكورا بإقرار هذا الاقتراح من منتصف 2015 سنة 2015، وإلى الآن مع شديد الأسف لم يتم تنفيذه، بالإضافة إلى عرضه قبل 6 شهور كسؤال في أحد اللجان وبحضور الإدارة العامة للمرور التي أبدت أسفها يعني على عدم العمل بإنشاء هذا الجسر.